السلام عليكم، معكم ريما جنديل مرة تانية، وكل عام وانتم بخير، واتمنى لكم يا رب شهر مبارك. اليوم حامل معاكم وصفة تقدروا تعملوها في رمضان وفي أي مناسبة تانية، وهي بريوش. أنا حاملها اليوم مع الجبنة والزيتون. ممكن تعملوها بأي شيء تاني، يا حالية يا مالحة. طيب عشان نبتدي بالعجينة هناخد كوبين دقيق زي ما قلنا، ثلاثين جرام سكر، ونحط كمان رشة ملح. هنحط ملعقة ونص خميرة فورية، هنخلطهم هنعمل حفرة صغيرة في النص وهنحط فيها البيضة، واحدة حبة بيضة. هنحط نص كوب حليب، وحنحط ملعقة مرة صغيرة فانيليا، ملعقة صغيرة فانيليا. طبعا أنا بستخدم فانيلا بيست اللي هي معجون، ممكن لو عندكم السائل او لو عندكم الباودر اللي موجود، يعني متوفر يعني عندكم، بس انا احب هذا عشان طعمه مره واضح. حنبتدي دحين خلاص نعجن. طبعا اللي عنده العجانه طبعا مره افضل وتسيف وقت وكل شيء، لو ما عندكم خلاص عادي بيدكم. وحنحط حنضيف عليها الاعشاب اللي انتم تبغوها تضيفوها في دي المرحله. لما خلاص تصير عجينه متماسكه تضيفوا عليها الزبده، والزبدة لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة سايحة، وتبدأوا تضيفوا شوية 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 وبعدين تعجنوها. أنا أوريدي حاطة، أنا أوريدي عملت لكم عجينة من بدري ومريحتها، لازم ترتاح ساعتين، تغطوها كويس وتخلوها ساعتين ترتاح عشان تنفش، وهي دي أوريدي خلاص حنشتغل عليها. هنعمل الحشوة، هنحتاج جبنة بيضة، نحط شوية لبنة. الحشوة انتوا تعملوا اللي انتوا تشوفوه يعني يناسبكم، عادي اي شيء تبغوا تسووه. هحط زيتون مقطع، زيتون اخضر وزيتون اسود، هحط رشة نعناع ناشف، وهحط رشة اوريجانو، زيت زيتون شوية، رشة ملح. هنبدأ نفرد العجينة، نسيت أقول لكم يعني أنتوا لو تبغوا العجينة تصير للحلى هتزودوا شوية سكر، بدل 30 جرام ممكن تسووها 60 جرام وتحطوا عليها زيادة فانيلا وبس، والأعشاب طبعا تتشال ما عاد يصير فيه بس. طيب هنبتدي دحين الحشوة، هحشيها بس كده في النص هنا، هنقطع الأطراف، بعد ما عملناها كده هنضفرها كده ونقفل ده كده. سيحنا الزبدة مع الثوم، دحين هندهنها على العجينة.
طيب دحين حندخلها الفرن على درجة 180 لمدة 40 دقيقة، وبكذا حنكون خلصنا حلقتنا لليوم وخلصنا وعملنا البريوش مع بعض. بالهنا والعافية.